اغتيال القيادي في فصيل المعتز بالله سابقا موفق الغزاوي بطلق ناري قرب بحيرة بلدة المزاريب غرب درعا. وفاة الطفل محمود عبد الصمد شيخ إثر احتراق منزل عائلته يوم أمس الأربعاء في مدينة الدرباسية بريف الحسكة. جماعة تطلق على نفسها اسم سرايا قاسيون تتبنى تفجير عبوة نسفة بسيارة في منطقة نهر عيشة في دمشق وتقول إنها استهدفت عنصرا في فرع أمن الدولة. حملة الرقة تذبح بصمت تقول إن رئيس مجلس العشائر في الطبقة عبدالله المضحي تعرض لمحاولة اغتيال حيث أصيب برصاصتين في الكتف والبطن. مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف قوات النظام مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية. مقتل مدني بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف مدينة قلعة المضيق بريف حما الغربي. قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف يقول إنه لولا تدخل روسيا العسكري في أيلول عام 2015 إلى جانب نظام الأسد لكان ساقطا بعد شهر ونصف أو شهرين.